كثير منا يمكن واكثرنا الصبايا والسيدات بيعانوا من هالات سوداء تحت العين، واحيانا بتكون عند اشخاص خفيفه وعند اشخاص يمكن بنشوفها بشكل كثير كبير. لنحكي عن اسبابها، طرق علاجها، وكيف فينا نعتني فيها. معنا الصيدلانيه رولا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم بكل خير يا رب. صباح الخير رولا. اهلا وسهلا فيكي. يعني بالبدايه عم نحكي عن الهالات السود اللي هي لها كثير من الانواع، كثير من يمكن الاشكال الاكبر الاصغر، والى علاجات كثيره. بالبدايه خلينا نفسر شو هي الهالات السود، وايمت بنقول هي هاله وهي لا يمكن تعب، هي يمكن رح تيجي فتره وتروح. هلا اول شيء خلينا نوصف توصيف دقيق للهالات السود. أوكي. هو تصبغ بيكون بالاسفل الجفن السفلي للعين، بيظهر ممكن للون ازرق، ممكن لون بنفسجي، او حتى لون بني داكن. طبعا بتكون مزعجه كثير وواضحه للعيان يعني، وكثير من الاشخاص ان كان ستات رجال او سيدات كل الاشخاص بينزعجوا منها. صحيح. هلا طبعا الى عده انواع، في عنا اربع انواع للهالات السوداء. عنا هالات وعائيه، هي ممكن تكون حتى ورديه اللون او بنفسجيه. عنا هالات مصطبغه، هي اللي بتكون بنيه اللون. وعنا هالات تركيبيه بتكون من النوعين السابقين، وهالات مختلطه. هلا طبعا اسباب ظهورها، يعني عنا كثير اسباب ظهور للهالات السوداء. يعني كيف فينا نصنفها حسب نوعها؟ يعني قلتي هناك اربع انواع ولا لا ما فينا نصنف حسب النوع؟ هلا ما فينا نصنف، لانه يعني ممكن تظهر باي لون، ممكن تظهر باي لون. ولكن انا هلا ممكن نصنف الهالات عن الاكياس تحت العين، الاكياس الدهنيه او الشحميه. هلا الهالات هو تصبغ، ولكن الاكياس تحت العين هي بتكون شكل كيسي او شكل جيبي منتفخ كمان. صحيح. ممكن كمان يكون مزعج حتى بالرؤيه. طبعا كل حاله الى علاج مختلف هلا بنحكي عنهم، ولكن بالنسبه للاسباب اكيد نفس الاسباب، وحاله الاكياس تظهر اكثر بالتقدم بالعمر. ولكن اسباب الهالات السوداء ممكن تعرض للشمس بشكل مستمر بدون تطبيق واقي شمسي، ممكن اسباب وراثيه، وراثه نوم، تعب، ارهاق، اكيد طبعا بيلعبوا دور. ونتيجه مشاهده الشاشات لوقت طويل، ارهاق، نوم غير المنتظم، تدخين، الكحوليات، اكيد في عده اسباب لهذا الموضوع. هلا اذا خلينا نحكي عن علاج الهالات السوداء. هلا علاجها، في عنا عده انواع من العلاج. خلينا نحكي عن العلاجات الطبية. ممكن احنا نستخدم كريمات موضعية خاصة طبعا باستشارة طبيب او صيدلاني مختص بذلك، لحتى نشوف نحن شو بشرتنا اذا كانت حساسة او بناسبها هذا النوع من الكريم او هذا النوع. اكيد نحن ما بصير نستخدم بشكل عشوائي. ممكن حتى نلجأ لبعض التقنيات العلاجية التجميلية اللي طالعة مؤخرا، مثل حقن الميزو وحقن الديرمابين، او حتى بعض اجهزه الليزر. يعني في اجهزه متخصصه بهذا النوع من التصبغات. هلا بالنسبه للكريمات بنحاول دائما، يعني اذا بدنا نلاقي كريمات خاصه للهالات السوداء تكون تحتوي على بعض احماض الجليكوليك والازيليك وفيتامينات كمان، اكيد في استيرومات فيتامين سي كثير مهم، والكافيين تكون تحتوي على فيتامين سي والكافيين. نعم رولا، عم نشوف كثير من الصبايا اللي عندهم الهالات السود عم يلجؤوا الى علاجات عن طريق ممكن يعني العلاجات الاسرع، هي بتكون ضمن مراكز العنايه بالبشره من خلال ابر، من خلال تقنيات جديده. خلينا نحكي عن ابرز هالتقنيات يلي هي ملائمه ومسموحه لجميع انواع بشرات، وعم ناخذ يمكن فيدباك على ارض الواقع بشكل سريع وبشكل مضمون وغير مؤقت. تمام. هلا الاجراء هو المسموح حاليا والرائج هو حقن الفيلر. الفيلر اللي نحكي شوي عنه هو مواد مالئه تحتوي على هيالورونيك اسيد وبعض الفيتامينات. هلا للتوضيح، اجراء الفيلر هو اجراء بيخفي المشكلة، ما بيحل لنا اياها، هو ما بيعالج المشكلة بصراحة. يعني نحن ما عالجنا المشكلة اساسا، نحن مجرد خفيناها. هلا نحن بنلجأ لهذا الاجراء وقت نحاول كافة العلاجات وما نلاقي نتيجة. تمام. يعني نحن في شغلة دائما بننوه عنها، انه
مشكلة الهالات السوداء أو مشاكل تحت العين هي دقيقة جدا وبدها وقت طويل وفترات صحيح. طويلة منطقة حساسة ورقيقة جدا يعني جداً. ممكن نحتاج وقت طويل ممكن يمتد من 8 شهور ل 8 شهور لسنة يعني بده صبر بده استدامة بالعلاج. إذا ما لقينا نتيجة أو كان في مشكلة وراثية أو مشكلة مرضية بذلك ممكن نلجأ لحقن الفيلر لإخفاء هاي المشكلة ونتيجته غالبا عم تكون مرضية وصراحة جيدة جدا يعني. طب خلينا نحكي يمكن كثير من الناس بتلجأ للعلاجات الطبيعية يعني كثير بنسمع مثلا في ناس بتحط تحت عيونها بعض المواد بعض الفواكه بعض الخضرة قديش فعليا هاي القصص بتساعد يعني بتلاقي صبية بتحاول يمكن تجتهد شوي بالبيت بتحاول يمكن تخفف هاي الهالات السوداء شوي. هلا اول شيء انا ضد هاي الاجتهادات الشخصيه ما حكي وحكي الجارات والصبحيات انا ضد هاي الاجتهادات الشخصيه وضد النصائح من شخص والنت والى اخره ووسائل التواصل الاجتماعي ما بنقدر نحن نستخدم شيء عشوائي ابدا على بشرتنا بشكل عام فما بالكم على منطقه حساسه مثل تحت العين يعني هي منطقه جدا رقيقه وبدها عنايه كثير خاصه فأنا ضد هذا الموضوع. هلا أكيد في بعض الإجراءات المنزلية البسيطة يلي ممكن تساعدنا بهذا الموضوع مو خلطات وقصص ممكن يعني نستخدم كمادات باردة بشكل يومي هذا الموضوع كتير بيساعد ممكن نحط أكياس الشاي الباردة بيساعد على تدفق الأوعية الدموية أكيد مثل ما بنعرف الشاي بيحتوي على كافيين ومضادات الأكسدة وهذا الموضوع أكيد بيفيد فبس اما شغلات خلطات وقصص لا يفضل لا ممكن يكون عن حساسيه للموضوع. رولا بنشوف انه احيانا نتيجه يعني ارهاق العيون بالدرس بيطلع هالات شوي سود ولكن بيروحوا اكيد بعد شوي بالنسبه للمراهقين وللشباب ايضا هون فينا نعتبرها انه هي تحت مسمى مرض او حالات خطره ولا لا هي مؤقته وبتروح وإمتى بتكون يمكن بأي عمر نحن بنقول لا لازم نعالجها يعني بتلاقي المراهقين إنه لا طلعت لي هالي إنه في هالات سود لا لازم لاقي لها حل بنروح إلى حلول ممكن نحن نكون بشي نصير بشي تاني بأي عمر مسموح إنه نحن نعالج الهالات السود. تمام بس للتوضيح هلا أول شيء متى ما ظهرت الهالات عنا لو بعمر مبكر بسن صغير فخلص هي ما رح تروح لحالها بهيك صحيح يعني مستحيل هذا الشيء طالما هي ما شيء مؤقت مستحيل لا ما شيء مؤقت طالما ظهرت عنا فأكيد نحن بدنا نعالجها بدنا نحل هي المشكلة. هلا أول شيء نحن طبعا بنعمل تحاليل لازمة بنعمل إجراءات لازمة إذا بنشوف إذا عنا حالة مرضية عنا فقر دم نقص حديد إلى آخره يعني بنشوف إذا في سبب مرضي لذلك وعلى حسب إذا لقينا يعني نعالج المشكلة الأساسية بالأدوية إذا لا يوجد مثل ما حكينا بالإجراءات الموضعية الكريمات أو طب العامل الوراثي ليش بيلعب دور يعني بنشوف في كثير ناس عامل وراثي إنه أنا طبيعة أهلي هيك أكيد طبعا في عندهم هن بالعيلة بشكل عام طبيعي إذا منا تعبانة ولا مرهقة هو لا يعني عامل العامل الوراثي بصراحة هو سبب أساسي غالبا بيكون بهذا الموضوع وبيكون شوي علاجه صعب وفي أشخاص ممكن دائما ما يلاقوا يقولوا إنه ما عم يلاقي نتيجة مرضية يعني عم يخف بنسبة 10% بنسبة 20% هدول الأشخاص قلت لك غالبا بالنهاية بيلجأوا لحقن الفيلر يلي يعني بيخفيهم بشكل نهائي فينا نقول. بالختام إمتى فينا نقول إنه هي هالات سود خطرة وهي تصبغات ممكن أو نوع البشرة هيك هلا ليك ما فينا نقول عن الهالات إنه هي مسألة خطيرة هي مسألة طبيعية بيعاني منها يعني فينا نقول 50% من الأشخاص هو موضوع كتير بسيط وما لازم يشكلنا يعني مشكلة نفسية أو نتضايق أو يعني شوية اعتناء حتى فينا يعني دائما نحن بنقول الوقاية أفضل من العلاج فنحن دائما بنتبع بعض الاحتياطات لحتى يكون في عنا وقاية وما يظهروا لنا بنبلش بنعتني بسن أصغر بنبلش ما ننطر لسن 30 أو 40 لا بنبلش بالعناية من سن 20 بنحاول نهتم بغذائنا بنحاول نبتعد عن التدخين بشكل أساسي بنحاول دائما ما نطلع بدون واقي شمسي وخاصة بأوقات الذروة أو بدون نظارات شمسية مثل ما بنعرف يعني أول شيء بيظهر على تعب البشرة هو منطقة تحت العين بالنسبة صحيح. للهالات السود وبالنسبة حتى للتجاعيد. أكيد نتشكرك الصيدلانية رولا زيتون على وجودك معنا كنا سعيدين فيك لليوم ولهون وقتنا بيكون خلص شكرا كثير أنا أسعد شكرا كثير للمعلومات اللي قدمتي لنا إياها ونهارك سعيد يسعد صباحكم.